ما سمعتي وقشعتي انه رشا ما بقى بدها تشوفني ولا بدها تحكيني، بتتهمني انه انا قتلت الماما. مش بقصدي يا بنتي. خدي هول ام عبدو، هو شو؟ هول 20,000 دولار. لا دخيلك، هو ما بخلوني نام كل الليل. بدك تاخديها، هول لإلك ولرشا. ما تخليها تعرف انه هول مني انا، لانه ما بتقبل مساعدتي، قولي لانه هول مصرياتك. بس عم تحمليني مصرية كبيرة يا بنتي. انت مش عم تقولي انه انت مثل امها؟ يعني مثل امي انا كمان. خليهم معك امي واعطيهم لرشا، رح اتصل فيكي كل يوم من القاهرة واطمن عليكي وعليها وتخبريني كل الاخبار، اتفقنا؟ عليا تركت فراغ كبير. مش انا قتلت ام عبدو؟ طبعا يا بنتي كلنا بنعرف انه عليا مريضة من زمان، بس انتو ما بتعرفوا. ليش رشا عم بتحط الحق علي؟ رشا ضايعة ووحيدة وزعلانة، ما تعتبي عليها. طيب انتبهوا على حالكم، ولما يخلص المصاري دغري بتقولي لي، اوعى رشا تعرف انه هو المصريات مني. ما تعطي الهام يا بنتي، ما تعطي الهام. انا صار لازم امشي. ما تتأخري علينا. انتبهي هون. ها تمام. عمر ساعدني. لا مش حساعدك، لحالك. هات ايدك بليز. يلا يا سارة يلا. عالية يا عمر. جباني. مش جبانة. يبقى جعانة. مش جبانة. الو شيرين، احذري وين نحن؟ وينكم؟ على الجبل، بس احذري شو عم نعمل؟ شو؟ عم نتسلق الجبل. سارة مرعوبة كثير. ان شاء الله بتنبسطوا. يلا باي. باي. شو رأيك؟ بجنن. يلا نط. لا. تعي نطلع. يلا نكمل. يلا. لين قلب وجهك هيك؟ ما هلأ كنا عالو مبسوطين. بتروحي معي؟ لوين؟ بدي غير حالي. شو؟ أنا بروفيسور. كيفك؟ الله يسلمك. أنا ظهرت إيه؟ شو أخبار المستشفى؟ أنا بعد ما فهمت هالمعادلة إنه تنازل عن حقه الخاص حتى ياخذ مطرحي. مش مهم مش مهم، كتر خيره. أنا رح ارتاح بالبيت وما بدي بقى هالقصة كلها. طيب يا بروفيسور، بنضلنا على اتصال. يلا باي باي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا دكتور، والله أنت زمطت. أنا قصة مستشفى مالي فيها. لا أبدا. شو طمني؟ كل شيء خلص؟ تركنا من الماضي وخلينا نحكي باليوم. بدي نفذ عملية رجل الأعمال. أيها؟ تبع القلب. شو الخطة؟ رح أعمل حملة طبية كأنها عمل خير للفقراء. رح نعمل فحوصات على كل الأولاد. بس العيون فتحة علينا. خلينا نأجل أحسن. من أجل ملايين الدولارات؟ طيب كيف رح تتم الفحوصات؟ مين رح يعملها؟ فريق طبي كامل رح يجيب الكل على البوليكلينيك، نحن ما قلنا عليها. ويومين ثلاثة وقرشين صغار بنسحب كل الملفات ومنطابق. ويلي فحوصاته بتتطابق مع فحوصات الصبي بنجيبه. دكتور، أنت بتعرف إنه بفضل العملية عن القتل. يا دكتور، القلب ما بيمشي بالعملية وأنت بتعرف. طيب، تصرف. بس بسرية تامة،
مثل ما قلت لك عيوني فتح علينا، والدكتور عمر قعدنا بالمرصاد. شو بيقدر يعمل هيدا؟ من التنين رح داوي مطرحي بمنصبي، ما تستهون فيه، بيقدر يعمل، بس انا ما رح اعطيه اي مجال انه يعمل شيء، لانه رح اعمل قبله. مش الدكتور حداد اللي بينمنع يمارس الطب من بعد كل هالسنين. عمر خاطر؟ لدفه الثمن غالي، غالي كثير. انت عارفة ان اختك بتحبك اكيد، ملهاش غيرك وما تستغناش عنك، بس يمكن زعلانة علشان انت كنت بتعصبي ماما بتنرفزيها وهي كانت مريضة. ماما نبيلة، تسمحي لي عيطلك ماما نبيلة؟ طبعا. أنا أكيد غلطت كثير من قبل، مثل ما كل الناس بتغلط وما بتكون عارفة حالها إنها عم تغلط، بس أنا بدي أنسى الماضي وبدي بلش من هلا حياة جديدة. بدي إياكي توثقي فيي وتحبيني. أنتِ مراتي ابني، يعني زي بنتي. بدي إياكي تعرفي إنه بالقاهرة عندك بيت، هو بيت ابنك. إذا بتحبي تروحي تعيشي هونيك رح نشيلك فوق راسنا. أنا مش عايزة حاجة من الدنيا دلوقتي غير إن أنتوا تأسسوا عيلة سعيدة وتجيبوا لي أحفاد أفرح. يا ستي لو على الأحفاد ما تلاقيش، إحنا هنجيب لك ست عيال، مش كده روبي ولا إيه؟ يعني خلاص؟ خلاص شو؟ مفيش حل غير رهن الشركة. فتحي، قلت لك هيدا هو التصرف الطبيعي. ما فيك تطلب مني أي شيء ثاني. وأنا عم أكد لك من رجال لرجال أو من صديق لصديق إنه ما في شيء رح يستعمل ضدك. أنت بتعرف إني مش بحاجة لمصاري. أصلاً أنا خايف عشان لما تعمل ساب شيرين بالطريقة البشعة دي أنت هددتنا وقلت لنا هخرب بيوتكم. وأنا بصراحة خايف من اللي بيحصل ده دلوقتي. بس أنا خلاص مخنوق، ماليش أي حد غيرك. أنا هددت بوقتها لأني خفت على بنتي وزعلت على اللي صار لها، بس هلأ خلص أنا مبسوط وبشكر ربنا إنها ما تجوزت هالضعيف البلا شخصية. ما تزعل مني، أنت بتعرف إنه هيدي هي الحقيقة. وشهد قلت كتر خير الله اللي بنتي ما تجوزته. وبعدين خلص خراب البيوت تاركه لروبي، هي رح تخرب بيت ابنك ورح تخرب لك بيتك مثل ما عم تعمل هلا. هو الوضع مش كده، تامر كان عايز الفلوس دي عشان يعمل حتى مرته تصرف المصاري كلها، وهو اجى لعندك يسبك وينكرك ويهددك حتى تعطيه الفلوس. صدقني فتحي، كل يوم بشكر ربي 100 مرة إنه ما عطيت بنتي لهالولد العاق. مظبوط الله بيحبني. أعطيه الفلوس هلا. وراح تلاقيه بعد كم شهر طفران. وراح يجي لعندك يشحن ويطلب منك النجدة. تفضل. صباح الخير. أهلا أهلا. تفضل يا شرف. فتحي كان ماشي. خليها على اتصال. تعال عايزك.
ما بدك تسأل عن وضع بيك؟ ليش متضايق وزعلان هالقد؟ هو اللي عامل حاله هيك. مش مزبوط. روبي هي اللي عم تضحك على تامر، وتامر عم بيجركه بده مصرياته. ببيع حصة تامر ويعطيه مصرياته. ما بده يشارك حدا غريب. لهالسبب التجأ لإلي. لحتى أعطيه المصاري. لحتى هو يشتري كل الأسهم لتبقى الشركة لإلك ولأختك. وهذا اللي عملته. بس لحتى قدرت أمنت له هذا المبلغ الكبير اضطريت ارهن الشركة على الورق. رهنت على الورق يعني الحق بضل لأصحابه. أنا مش عايز مصاري. بس ليش عم تساعد الرجال اللي ابنه خرب بيت بنتك؟ فشل. ما حدا بيخرب بيت بنتي. لا سوري قصدي بعرف شو قصدك أشرف. أنا حبيتك وبدي ساعدك. حطيت ناس يفتشولك على بيت للأجار. ما بقى بدي تسكن مع صاحبك وتضايقه. ممنونك. كيف أمك؟ عم تشوفها؟ لا. ليلة العشاء مع أمك. أستاذ أديب أشرف أنا أكبر منك واللي مارق علي مش مارق عليك أبدا. أمك وأختك ما لك غيرهم بالحياة. أنا اليوم مستعد أدفع ثروتي كلها. ما بيل إنه أمي اللي ماتت من سنين توقف قدامي بفستانها المزهر وتضحك لي وأنا أركع على إجريها. بدفع ثروتي كلها بس لعيش هاللحظة. بكرة آخر الشهر بعزمها هي ونور. الليلة بتعزمها هي ونور على العشاء. لأنه في سلفة ناطرتك برا. بس ما ولكن هلا بتتصل بأمك وبتعزمها هي وأختك على العشاء. بكرة ما في مدارس. يعني عن جد ما بعرف كيف بدي أشكر شيرين إنها عرفتني على حضرتك. تشكرها بس تعتبرها مثل أختك. طبعا مثل أختي وأعز كمان. قمر قمر يا قمر. عن جد؟ قولك أنا حلوة وردة؟ لك هالسؤال أنت بتجنن يا قلبي. وأنت كمان طالعة بتاخذ العقل. يعني في أمل تفرحي فيه؟ كيف لكن؟ لكن رح حط خبر بالجريدة وأطلب عريس. احذروا مين جاي يشوفكن اليوم. مين؟ بس نغم. أنا ما بدي أشوفها، بلكي جاي تاخدنا. لوين بدها تاخدكن؟ ما بعرف. لا يا حبيبتي، مس نغم جاية لتعزينا بماما عليا وبدها تسأل عنكم. مش رح تاخدكم لمطرح. بدكم تكونوا لذيذين معها لأنه هي بتحبكم كتير. رشا بدي شي؟ مني رايقة كتير أم عبدو. يلا اليوم تطلع الفحوصات وبتطمن إن شاء الله. كان يوم بجنن. ده بسببك عشان انت كنت موجود. ابدا هذا بسببك لانه انت كنتي موجوده. انا عمري في حياتي ما هنسى اليوم ده. انا بعتذر عمر. انا مش عايزه اتكلم عن امبارح. انا خلاص مش متضايقه. انا مبسوطه معاك. انا مش عايزه اضيع لحظه واحده بس ما نبقاش فيها مع بعض مبسوطين. سارة انت بنت بتجنني. وانت بخيل عشان انا عمالة اقولك ان انا عايز اكل بطاطس وانت ولا مهتم. انا مش مهتم. احلى جاط بطاطس. لو سمحت. كيفك رشا؟ اهلا اهلا نغم. كيفك؟ احسن يوم الحمد لله. نقعد هون او جوا؟ مثل ما بدك. بنات وين؟ بالاوضة.
يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، كيفك مدام؟ الحمد لله مدام خير. اي خبرتني عنك رشا. رشا انا رح روح اجيب لك فحوصاتك من المختبر. خلي ليك يا ام عبدو. ونقعد؟ ايه بس فيني اشوف البنات قبل؟ ايه اكيد تفضلي. مرحبا يا حلوين. ما بدكم تسلموا على مس نغم؟ اشتقتوا لي مثل ما انا اشتقت لكم؟ يلا انا رح احضر شيء نشربه كلنا سوا، اوكي؟ كيفكم يا حلوين؟ يا نور فين؟ عند الجيران. شو بيك؟ ليش هالقد تعبان؟ مش قادر استوعب اللي بيحصل لي. أنا الأب تعب وربى وكبر شابين اتنين. شابين حرمتهم الظروف من الأب. أكبرهم وربيهم ليه؟ عشان يسيبوني ويحقدوا عليا؟ ومش بس كده، وكمان يهددوني؟ يا رب اللي بيحصل لنا ده كتير عليا قوي. تامر بقى لعبه في ايد مراته، واشرف خلاص لعبه الحقيقي اللي سابه مسألش فيه ومبقاش عايزني. اشرف ما بيعرف انه اديب بيعرف. هيدا سر وما بدي حدا يعرفه. هيعرفه وهتصالحه. وحب انا الشرير اللي خطف الواد من ابوه، مش كده ولا ايه؟ ابدا ما حدا عم بيقول هيك. انت عملت اكتر من اللازم. انت بتصرفك معي ومع ابني كنت انسان كبير. لما انا انسان كبير عايزه تسيبيني ليه؟ انت بتعرف ليه؟ لا ما اعرفش. ابني حس مثل ما انا حسيت، انه اول ما انفضحت القصه انت ارتحت كتير، مثل الجبل نزل عن ظهرك. صرت مبسوط ومرتاح وما بقى فرقانه معك تدافع عني قدام الكل ولا تتكمش بابنك ولا تخاف على مشاعره. ابنك ترك البيت وانت ما سألت عنه. ابنك سافر على بلد تاني يشتغل ببلد تاني وانت ما سألت عنه. ولما انت ارتحت صار كل همك بنتك يلي من لحمك ودمك ونبيلة وبس. يمكن معك حق، هيدي الحياة. بس ما فيك تطلب من التانيين انه ما يتضايقوا من تصرفاتك. ممكن استحمى غير هدومي؟ اكيد البيت بيتك. الو؟ ايه حبيبي؟ انت بالشغل؟ الليلة؟ شو المناسبة؟ طيب تعال نتعشى هون بالبيت انا وياك واختك. اوكي ناطرينك. باي. هيدا اشرف، عزمنا على العشاء انا واخته الليلة. لوين؟ ما بدك تتحمى؟ واضح ان ما عادش ليا مكان بينكم. انا هستحمى في المكتب. من دلوقتي المكتب والشركه هم بيتي. ويمكن كمان اخسر الشركه وما الاقيش مكان استحمى فيه. على اذنك. تاخرت عليكي؟ لا طمنيني. ابتداء من بكره البلش يروحوا على المدرسه، وانا رح تابعهم كل يوم. يعني القصه بس انهم خايفين، لازم يطمنوا مش اكثر. رشا هاول فحوصات. سلمون يا ام عبده. في يشوفون؟ اكيد، ما انت دكتوره. ممكن؟ اكيد، اصلا مش رح افهم شيء انا. الحمد لله ما في شيء. جاي رح اعمل ركوة قهوة. رشا انت حبلي.
شو؟ انت مرتبطة رشا ما هيك؟ انت على علاقة مع حدا لا؟ في شي حبيبي؟ لا ما فيش حاجة. اطلع رئيس. القهوة صارت جاهزة. ام عبدو لو سمحتي في احكي شوي مع رشا؟ يا علينا كمان. خمس دقايق بس. ولك هلا بتروح لها ساعتين. ما بدي احكي بهذا الموضوع بترشقك. كيف بدك تحكي بهالموضوع؟ هيدا موضوع إذا أنت ما حكيتي فيه هو بيحكي لحاله. هيدا حمل. هيدا طفل بده ينمى جواتك. خلص بليز خلص. رشا خبريني كيف صار هيك؟ مصيبة. عن جد مصيبة كبيرة. هي أول مرة بقول منيح عليا فلت قبل ما تعرف. ما عم بفهم ليه ما اعتبرتيها مصيبة. المرة ما بتجيب ولد لحالها. مين بي الطفل رشا؟ ليه لا؟ لأنه أنا حمارة وضعيفة، أنت ما بتعرف شيء. خبريني لأصير أعرف. بليز ما تتركيني أنا خاطر. شو بيك تامر؟ بدك تقلي شي؟ لا ولا حاجة. بدك تسألني عن المصاري ما هيك؟ المفروض ان انا اللي اسألك ولا انت اللي تقولي لي انت هتسحب مبلغ كبير زي ده؟ 20,000 دولار؟ عملت بيهم ايه؟ وسحبتيهم امتى دول؟ عطيتهم لأختي. اختي هلا صارت لحالها. رشا؟ وقبلت تاخدهم عادي كده ها؟ مش دي اللي كانت زعلانة منك؟ مش دي اللي كانت بتقول انت السبب في موت امها؟ عطيته لام عبده جارتنا وهي بتهتم بالموضوع. ام عبده؟ يعني كمان اديتي 20,000 دولار لواحده ست غريبه؟ شو بيك تامر؟ ليه هيك عم تحكيني؟ هي اختي وما لها غيري. بعدين شو بأثر عليك 20,000 دولار انت؟ انت ازاي بتقولي كده؟ هو انت فاكراني صاحب بنك؟ انا كل اللي حكيت شويه فلوس ورثهم على ابويا ويوم بعد يوم بينقصوا خلاص. بينقصوا؟ هلا 20,000 دولار رح يفلسوك؟ أنا ما قلتش كده. بكره بروح لعند أم عبده وبرجع لك المصاري وبترجع بتحطهم بحسابك وبتجمعهم فوق بعضهم. بركي بيعطوك عليهم 10 دولار فايدة. يعني إيه إزاي؟ أنا عايز أتحمى هنا في المكتب. هون؟ تتحمم هون بالمكتب؟ ايوه انا تعبت وشقت طول عمري عشان يبقى لي بيتين، دلوقتي انا مطرود من البيتين ومش لاقي مكان استحمى فيه، شفت اللي بيحصل لي؟ حاضر. انا اسف بس انا تعبان ومخنوق ومتضايق مش عارف اللي بيحصل لي ده كله ليه. ليش؟ ليه عم تحس بكل هول؟ شو المشكله؟ المشكله اني مش عايز اتصرف مع مفتاحي بالطريقه دي. الراجل اللي رباني زي ابنه بالظبط. حاسس ان انا انسان وحش. انسان نكر للجميل. نسيت كل اللي هو عمله معايا.
حاسس اني غلطان اني جريت امي ورايا كمان. ده صعبان عليا قوي بجد. عمي فتحي صعبان عليا، وفي نفس الوقت حاسس ان ربنا هيقلب عليا. كل اللي انا عملته ده هيتقلب ضدي. ليه؟ هو الكل ليه؟ بس لانك طلبت بحقك؟ اسمعني منيح تامر، من يوم ورايح ما بقى رح اتدخل بامورك الخاصه ولا حتى بامورك الماديه. اصطفي انت حر، تصرف مثل ما بدك. بخصوص المصاري تبع اختي، انا هلا رح اروح لعند ام عبدو ورجع لك اياهم. روبي ما تفهمنيش غلط. بالعكس انا فهمتك صح يا روبي. فهميني، من يوم ما تجوزنا انا وياك اعتبرت حالي انا وياك واحد. يعني اختي رشا كانها اختك. وهلا من بعد ما الماما ماتت ويمكن ما ارجع لهون قبل بسنه، خفت عليها. بس متزعليش مني، سامحيني. شو ست نور، عجبك المطعم؟ ايه كتير حلو، بس قلت بابي كلمانا. عزمته بس قال لي انه مشغول. عجبك؟ انا مشتقت له كتير، ما بقى عم شوفه. اصلا جو البيت ما بقى حلو مثل الاول. انت فليت والبابي ما عم شوفه والمامي عم تضلها تبكي، ما بعرف ليش هيك. حبيبتي بتعرفي كل بيت اوقات بيقطع بظروف صعبه وهيك وشويه مشاكل. يلا بكره كل شيء بيرجع بيزبط، بس ما تزعلي. اوكي اوكي, أوكي. يعني انت حترجع على البيت؟ اللي كنت اقول لك لقيت بيت رح استاجره. عن جد؟ وايمتى لحقت تفتش؟ مش انا اللي فتشت، الاستاذ اديب وقع حدا نرجيله يفتش، طبعا لقى بعد دقيقتين. بتعرف الناس اللي معهم مصاري هالقد دغري بيلاقوا. مبسوط بالشغل عند الاستاذ اديب؟ كثير، وعم روح على الجامعة وعم خلص كل شيء هونيك كمان. ما بعرف ليش هالرجال هالقد منيح معي. الله بعث لي ماما، مثل كأنه بالوقت اللي كنت عم اخسر فيه بي الله بعث لي بي تاني. شو يعني؟ شو بكون، ما بدنا نطلب اكل؟ اكيد ماتر لعزبك. ما تروحي لعنده، ما تقابلي. ليه؟ انا خايف عليكي، هيدا واحد متوحش. فاروق ما بقاش عايزني خلاص، مش هيعمل لي حاجه. ابراهيم قال لي هو عايز بس يقعد معاكي عشان يحسسك ان هو فاهم كل حاجه. ده مريض ساره. ما تخافش بقى خلاص. طيب خليكي هون بلبنان، بتشتغلي وبشتغل وبنبقى مع بعض، مش حلو؟ ليكي شو حلو هالويكند. عمر انت بتقول كده بس عشان انت بعيد عن كل المشاكل وبعيد عن روبي. اول ما بترجع وبتشوف روبي كل الكلام ده هيتغير. طب ساعديني لأخلص منه ومن كل الماضي. مش قادرة اساعدك، مش قادرة اساعدك لان انا محتاجة اللي يساعدني. سألت وردة عنك، قلت لي انك عم تتجملي، قلت لها مستحيل تصيري اجمل مما انت. اي ساعة رجعت؟ هلا. وقلت لي وردة كمان انه قلتي لها بدك تضلك بالغرفة وما بدك حدا يزعجك. تعبانة شوي. اكيد، ما كل هالجمال بتعب. بدك شي مني؟ اكيد بدي منك.
بدي نحضر سوا لحفلة تخرجك. لا ما بدك ونص. يلا مشي تعشي معي، في 100 قصة بدنا نحكي فيهم. تعبانة بابا. بحملك. لا لا خلص اوكي. يلا بننزل. ايه عمر ما تعترهم، الماما منيحة اليوم. ايه انا وياها لحالنا بالبيت. حرام قلت لها نور تروح على البيت، صار لها زمان مش شايفة لا ابنها ولا اخواتها. ايه انا كمان بعرف اهتم بالماما مش وحدك عمر. طب خبرني انت الويك اند تبعك كيف؟ رجع عشية؟ ايه تمام. اوكي خيي تبع حالك هلا. انت مين؟ انت مين؟ انت مين؟ انت مين؟ انت مين؟ ماما كتر عايتلك. يلا عادي. لك شي ماما؟ انت مين؟ ماما شو بكى؟ انا غادة. ليه عم تطلع فيي هيك؟ انت مين؟ انا غادة بنتك. انا ما عندي بنت اسمها غادة. انا اصلا ماني مجوزة. أنا بحب الشاب اللي بيته حد بيتنا، الحلو، بتعرفيه؟ بيالي يا بتتركيه وبتنسيه، أما بيتلك. ماما عن شو عم تحكي؟ ما بقى تقولي لي ماما، أنا ما عندي بنت، أنا ما عندي ولاد. طيب، أوكي، ماشي نفوت على الأوضة. ما رح خليك تضلك خطفتيني، رح أهرب منك حتى لو قتلتك. ما فيي أتحمل، ما بقى فيي أتحمل على الحياة. شو عم بيصير فيي؟ شو عم بيصير؟ بحكوا معي مثل ولد الصغير وانا مثل الضايعة. حاسة حالي عم طير بالسما. خايفة بدي شيء ويغطوا اجري على الارض لحس بالامان. انا ضايعة يا عالم، ضايعة ما بعرف شو بدي. ماما حبيبتي انت مريضة، بكره رح تصير منيحة. انا مين؟ انتو مين؟ انا مين يا عالم؟ انا مين؟ ماما حبيبتي انت بعد عنك. دم؟ دم؟ دم؟
ألو عمر، أنا رشا. أهلين رشا، كيفك؟ لازم شوفك ضروري. رشا حبيبتي أنا بعيد كتير، قليلي شو في؟ عمر أنا حبل من مازن. شو عم تقولي رشا؟ أنت ومازن؟ إيه أنا ومازن، شو بك؟ كأنك مش عارف بالقصة. إيه بس أنا ما كنت عارف إنه، يعني قصدي إنه ما كنت عارف إنه في علاقة هالقد. نحن بعدنا على علاقة أصلا. أنا ما كان بدي، عجد ما كان بدي، بس مش عارفة شو بدي أعمل. حس إنه الدنيا عم تخلص من حوالي. يا عمر اوعى تقولي هيك رشا، ما تعملي شي هلأ ولا تخبري مازن عن شي، أوكي؟ أصلا مازن جاي يتغدى عندي اليوم. ما في مشكلة، المهم أنت ما تخبري عن شي ولا تحسسي بشي لكنت أنا شفتك، فهمتي؟ أوكي. ما تخافي رشا، أنا مش رح أتركك أبدا. أنا بحاجة لك عمر، بدي مساعدتك. وأنا رح ساعدك، أول ما بفل مازن من عندك دغري بتحكيني، ناطرك. طيب يلا باي. باي. شو هالمصيبة هيدي؟ في ايه؟ في مشكلة، بفتكر انه رح تكون كبيرة. ايوه في ايه، طمني. الو، ايه هذا؟ اشرف، اشرف وينك؟ شو بكي؟ كريس فيك تجي لعندي هلا، انا والماما لحقنا وانا عم بنزف. معك سيارة؟ ايه اكيد اكيد، يلا مسافة الطريق. اوكي. ماما، ماما، وتفتكر مازن اصلا هيقدر يتحمل مسؤوليه بيبي؟ وعنده حل تاني يعني؟ اه عنده حل، ممكن يقول لها تنزله. القصه مش محصوره بالبيبي ساره، مازن لازم يتحمل مسؤوليه العلاقه اللي عملها مع رشا، لازم يتجوزها وبسرعه. يتجوزها عشان العلاقه ولا يتجوزها عشان البيبي؟ عشان العلاقه ومشان البيبي. رشا بنت معتره قدميه، ما فيها تحمل هيك قصه، ما فيها تعمل علاقه كامله مع شاب هيك ويتركها ويفل. انه شو بتعمل بعدين؟ عندها مشكلة بالموضوع، يعني حتى سامر اللي كانت تحبه، الميكانيسيان اللي كان خطبها، ما بقى يقبل يتجوزها بس لأنه عامل علاقة مع مازن. ما بيقدر يتسلى هيك ببنات الناس، ما بصير، مش مسموح، مش عزوقه يعني. هو اغتصبها؟ لا، كان بعض ناقص إنه يغتصبها. مش قصدي اغتصبها كده، قصدي عمل معها كده غصب عنها. لا مش غصب عنها، بس هو كان بيعرف إنه رشا ما عندها علاقة من قبل، يعني هو كان لازم يعرف إنه بده يتحمل مسؤولية هالعلاقة. البنت اللي ظاهرة من قبل مش مثل البنت اللي مش ظاهرة من قبل، مع راجل يعني. هيك عوايدنا هون بلبنان. لا وفي مصر كمان على فكرة.